السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت، فيديو كامل عن بطولة كأس العرب 2021 في قطر. إن شاء الله تعالى راح تطلع من هالفيديو راح تعرف كل المعلومات عن بطولة كأس العرب 2021، توقيت وموعد جميع المباريات والقنوات الناقلة والجوائز المادية اللي راح تقدم لها كل المنتخبات العربية. يعني اللي راح يشارك بهالبطولة ما راح يطلع خسران طاول. ليش؟ لاني رح يكون عليه اهتمام اعلامي كتير كبير. ثانيا جوائز كتير قيمة، حتى لو طلعت من دور الاول حتى لو خسرت كل مبارياتك لك جوائز كتير قيمة. وثالثا والاهم انك رح تلعب على ملعب كأس العالم 2022. تخيل المنتخبات اللي ما تأهلت لكأس العالم فبإمكانها انه تلعب على ملعب كأس العالم بأجمل ملعب شرق الاوسط و العالم تقريبا، ملعب قطر 2021. قبل البداية فضلا وليس امرا بتمنى تحطون لايك للفيديو، خلينا نوصل لاكبر عدد من اللايكات، اقل شيء ل 1500 لايك، وبعرف انتم كفو راح توصلوا لهذا الفيديو ل 1500 لايك. وكمان اللي اول مرة عم يشوف القناة بتمنى يشترك بالقناة ويفعلنا زر الجرس، واكتب لنا هيك كومنت على ذوقك، واكتب لنا اي منتخب راح بتشجع وباي بلد مقيم. وطبعا هاي البطولة ولأول مرة تحت اشراف الاتحاد الدولي الفيفا. مثل ما حكينا الفيفا قدمت جوائز كتير كبيرة لهالبطولة، وتخيل هذا الرقم الكبير 25 مليون دولار. صاحب المركز الاول مين راح يكون؟ الله اعلم. 5 مليون دولار، وباقي المنتخبات من المركز الثاني الى المركز الاخير. واما المنتخب اللي راح يطلع من دور المجموعات طبعا يكون خاسر كل مبارياته راح ياخذ 250 الف دولار. تخيل مبلغ بسيط جدا، وكل المباريات راح تقام على ملعب كأس العالم 2022. طب شو الغاية من الفيفا انه تدعم هاي البطولة، بطولة كأس العرب، وخاصة انه يلعبوا على ملعب كأس العالم 2022 ومشان يشوفوا جاهزية البلد قطر، كيف الملاعب، كيف راح ينظموا البطولة. وطبعا قطر قد المسؤولية، قطر ينرفع فيها الراس بصراحة. فحاليا ندخل للتفاصيل، وبتمنى توصلون هذا الفيديو ل 1500 لايك. وخلينا نشوف المنتخبات المشاركة. 16 منتخب توزعوا على 4 مجموعات. المجموعة الأولى يلي بتضم 4 منتخبات، صاحب الأرض والضيافة منتخب القطري، منتخب العراقي، منتخب عمان، ومنتخب البحرين. وأما المجموعة الثانية يلي بتضم كمان 4 منتخبات، تونس، الإمارات، سوريا، وموريتانيا اللي تأهلت من الملحق. المجموعة الثالثة نوعا ما مجموعة نارية يلي بتضم منتخب المغرب، منتخب السعودي والأردني والفلسطيني. والمجموعة الرابعة والأخيرة يلي بتضم مجموعة حديدية نوعا ما إن صح التعبير، المنتخب الجزائري والمنتخب المصري والمنتخب اللبناني والمنتخب السوداني. فإذا 16 منتخب توزعوا على 4 مجموعات. مباريات الجولة الأولى راح تنطلق إن شاء الله تعالى بتاريخ 30/11/2021، وكل المباريات بتوقيت مكة المكرمة. المباراة الأولى راح يواجه المنتخب التونسي منتخب موريتانيا الساعة 1 ظهرا على استاد حمد بن علي. وأما المباراة الثانية من المجموعة الثانية، العراق راح يلعب مع سلطنة عمان في تمام الساعة 4 على ملعب الجنوب. واما المباراة الافتتاحية راح يكون ما بين مستضيف البطولة منتخب القطري ومنتخب البحرين على استاد البيت في تمام الساعة 7 مساء. وكمان من مباراة المجموعة الثانية، منتخب الامارات راح يواجه المنتخب السوري، وكمان مكملين مع بعضنا ضمن الجولة الاولى، الامارات وسوريا الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد رأس أبو عبود. أما باقي المباريات من الجولة الأولى، يوم الأربعاء بتاريخ 1 ديسمبر يعني 1/12/2021، الجزائر السودان، شايفين توقيت عندكم على الشاشة، مصر لبنان، المغرب فلسطين، السعودية والأردن. وبنهاية الفيديو راح بتشوفوا كل مواعيد وجدول المباريات مشان هيك تتمعنوا بالنظر وتوقفوا الشاشة وتشوفوا كل المباريات على كيفكم، وكل واحد يشوف مبارياته حسب توقيت دولته. المنتخبات المشاركة بهالبطولة يا هل ترى رح يلعبوا بكامل نجومهم أم بصف الثاني؟ حسب ما شفنا بعض المنتخبات اللي أعلنوا عن القائمة الرسمية المشاركة بكأس العرب 2021، المنتخب الجزائري على سبيل المثال رح يشارك بمنتخب المحليين، وكذلك الأمر المنتخب السعودي رح يشارك بمنتخب
الرديف وكمان العراق نوعا ما ما بين محترفين ولاعبين محليين، وكذلك الامر المنتخب السوري نوعا ما يعني راح يكون فيه بعض المحترفين وباقي اللاعبين من الدوري السوري، وباقي المنتخبات اكيد راح تشارك باللاعبين المحليين. ليش؟ لاني البطوله بصراحه مو ضمن ايام الفيفا. كنا نتمنى انه من الاتحاد الدولي للفيفا انه تكون هالبطوله ضمن ايام الفيفا. ليش؟ مشان نشوف كل النجوم العرب عم يشاركوا بهالبطوله مع منتخباتهم. على سبيل المثال عمر السومة، عمر خريبين، محمود البحر من المنتخب السوري، من المنتخب الجزائري نجوم كثيره، رياض محرز وباقي النجوم. كنا نتمنى انه نشوف هالنجوم مع منتخباتنا العربيه. ليش؟ مشان تعطي قيمه اضافيه للمنتخبات العربية وللبطولة بشكل عام. فهذا الفيديو اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم، فبتمنى توصلوني هذا الفيديو ل 1500 لايك، وانتو بعرف انتو كفو رح توصلوا لي 1500 وطجي كمان. فالسلام عليكم، تابعين قناة سنة سبورت.